أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 38 من دروس تعلم الإلكترونيات الرقمية. اليوم راح نتحدث عن الـ Exclusive OR and Exclusive NOR Gates. طبعا الـ Exclusive OR والـ Exclusive NOR Gates نقدر نسويهن أو يتكونن من مجموعة من الـ Gates اللي ذكرناهن بالحلقات السابقة. غالبا ما يتم التعامل مع الـ Exclusive OR والـ Exclusive NOR على أنها Basic Logic Gate، بالرغم من أنها تتألف من Basic Logic Gate أخرى. وبالتالي ليش إحنا نعتبرهن كأنه صحيح إنه مو Basic، يعني مو إنه يعني مثل الـ Not والـ And والـ Or، لكن بسبب وظيفتهن المهمة نعتبرهن أو نعاملهن كأنه Basic Logic Gate، ومعطيهن رمز خاص بيهن أو Symbol خاص بيهن يميزهن عن باقي الـ Gates. الآن راح نتحدث أول شيء عن الـ Exclusive OR Gate. هذا هو الرمز الخاص بالـ Exclusive OR Gate، هذا Distinctive Shape وهذا Rectangular Outline. هنا عملية يساوي واحد، هذا هو الشكل Rectangular، الشكل المستطيل الخاص بالـ Exclusive OR Gate، وهنا هذا الـ Distinctive Shape، الشكل المميز للـ Exclusive OR Gate. طبعا هذا الـ Exclusive OR Gate يكون الـ Output أو الـ X يكون هاي فقط عندما تكون المدخلات A و B مختلفات من ناحية الـ Logic Level. إذا كانت الـ A بوضعية الـ Low والـ B بوضعية الـ High فالـ Output يكون High، وإذا كانت الـ A بوضعية الـ High والـ B بوضعية الـ Low فالـ Output High. فيكون الـ Output High عندما يكون الـ Inputs يكون مختلف من ناحية الـ Logic Level، يعني احد المدخلات يكون هاي والاخر يكون عكسه لو، او الاول مدخل يكون لو والمدخل الثاني يكون هاي، وبالتالي يكون الاوتبوت او الاكس يكون بوضعيه الهاي. هذا الشكل راح يوضح اليه عمل او الاوبريشن الخاص بالاكسكلوسيف اور جيت. هسه لو عندنا تو انبوت، الانبوت الاول لو او زيرو والانبوت الثاني لو او زيرو، فالاوتبوت اكيد يكون لو لانه كل المدخلين يكونين متشابهين من ناحية اللوجيك ليفل، اثنيناتهم لو. بينما هنا المدخل الاول هاي او واحد والمدخل الثاني لو او زيرو، فكل المدخلين مختلفين من حيث اللوجيك ليفل، هذا هاي لوجيك ليفل هذا لو لوجيك ليفل، وبالتالي الاوتبوت يكون هاي لوجيك ليفل او واحد. هنا كذلك نفس القصة، المدخلات عندنا مدخلين واللي هو low logic level high logic levels، فالاوتبوت راح يكون high logic levels لانه كلاهما مختلفين. بينما اخر حالة الاول هو high logic level الثاني هو high logic level، فمثل ما جاي تلاحظ كلا المدخلين نفس حالة اللوجيك ليفل واللي هي high logic level او متشابهين من ناحية اللوجيك ليفل، فالاوتبوت اكيد يكون low logic level او zero. الآن راح ننتقل لبرنامج المالتزم على مود نوضح الأمور أكثر. مثل ما جاي تلاحظون هذه هي الـ XOR gate أو الـ Exclusive OR gate، عندنا هذين الـ two input، عندنا هذا هو الـ 5 فولت أو الـ digital source، مصدر فولت هي 5 فولت، هنا الـ digital ground، عندنا هذا الـ switch على مود نحول ما بين الـ high logic level والـ low logic level. كذلك الحال هنا عندنا مقاومات 1 كيلو اوم لغرض الحماية، عندما نضغط 1 راح تنقلب او نضغط اي راح ينقلب حالة السويتش. هسه ضغطنا اي طبعا نسوي ران، ثم تلاحظ لما ضغطنا اي فاجا هاي لوجيك ليفل لهذا المدخل الاول، بينما المدخل الثاني هو لو لوجيك ليفل. فلما يكون اكو اختلاف ما بين اللوجيك ليفلز الخاصة بالتو انبوت فالاوتبوت اكيد يكون هاي لوجيك ليفل. نرجع الاي لحالة اللو لوجيك ليفل، فكل المدخلين هو لو لوجيك ليفل فالاوتبوت اكيد يكون لو. بينما لو سويناه كالتالي، المدخل الثاني هاي لوجيك ليفل بينما المدخل الاول هو لو لوجيك ليفل، فالاوتبوت اكيد يكون هاي لوجيك ليفل. فاذا كل المدخلين هاي لوجيك ليفل اكيد الاوتبوت يكون لو لوجيك ليفل لانه كل المدخلين نفس اللوجيك ليفل. عندنا هذا هو التروث تيبل اللي يوضح كل الكونديشنز او الحالات السابقه او الشروط السابقه الخاصه بالاكسكلوسيف اور جيت. عندنا الانبوتس بي و اي والاوتبوت هو اكس، عندنا راح نكتب كل الكومبينيشنز كل الحالات المحتمله واللي هن 0 0 1 0 0 1 1 1
مثل ما جاي تلاحظها هي all combinations كل الحالات. لما يكون الـ A والـ B المدخل A والمدخل B 0 فالـ output أكيد يكون 0 لأن نفس الـ logic level. لما يكون الـ B 1 والـ A 0 فالـ output أكيد يكون 1 لأنه مختلفات من ناحية الـ logic level. لما يكون الـ B 0 والـ A 1 فالـ output أكيد يكون 1 مختلفات من ناحية الـ logic level. لما يكون الـ B 1 والـ A 1 فيكون الـ output أو الـ X 0 لأنهم كلاهما نفس الـ logic level. هسا راح ناخذ المثال التالي. يقول بأنه certain system سيستم معين يحوي على دائرتين أو two identical circuits دائرتين متماثلتين تعملان بصورة متوازية أو in parallel. وطالما أنه كلا الدائرتين تعملان بصورة properly بصورة جيدة أو مناسبة الـ outputs أو المخرج لكلا الدائرتين للبوث سيركت أو كلا الدائرتين يكون دائما the same نفس الشيء لأنه مثل ما ذكرنا هذين السيركت يكونان identical متماثلتين فالأوتبوت الخاص بكل دائرة أو كل سيركت يكون نفس الأوتبوت الخاص بالسيركت الثانية بينما في حالة أحد هاتين الدائرتين يصير بي fails أو تفشل أو يصير بها خلل الأوتبوت سوف يكون opposite levels يعني الليفل الخاص بالاوتبوتس لهذه الدائرة اللي فشلت او صار بها خلل يكون معاكس للدائرة الثانية لفترة معينة من الزمن او خلال عملية الفيل او خلال فشل هذه الدائرة فاحنا راح نسوي دائرة تقوم بعملية مراقبة وتحديد الفيلر الخلل في اي من الدائرتين يعني ان حدث خلل في أي من هاتين الدائرتين المتماثلتين فراح نكتشف من خلال هذا الديفايس أو هذه السيركت. هسه خلينا نشوف السوليوشن أو الحل لهذا السؤال. الأوتبوت الخاص بكل أو المخرج الخاص بكل سيركت أو كل دائرة راح يربط ويا الإكسكلوسيف أور جيتس كما مبين بهذا الشكل هنا. الفيلر أو عملية أو الخلل يحدث يا أما في السيركت A أو السيركت B واللي من خلال في حالة حدوث هذا الخلل راح يولد output مختلف عن السيركت الأخرى وبالتالي يؤدي ذلك إلى أنه الـ XOR inputs أو المدخلات للـ XOR تكون ب يعني logic level مختلف واحد من المدخلات مثلا high logic level والمدخل الثاني يكون low logic level هذا الشرط أو this condition راح يولد لنا high لأنه بما أنه المدخلات اثنينات يختلفان من حيث اللوجيك ليفل فأكيد المخرج الخاص بالإكسكلوسيف أور جيت راح يكون high مثل ما ذكرنا بالتروث تيبل الخاص بالإكس أور جيت وهذا الهاي يشير أو indicates failure يشير بأنه خلل في إحدى الدائرتين هسه راح ننتقل للإكسكلوزيف نور جيت مثل ما جاي تلاحظون هذا هو السيمبول أو الرمز الخاص بالإكسكلوزيف نور جيت مثل ما جاي تلاحظ إكسكلوزيف نور جيت هنا الديستينكتيف شيب وهنا الريكتانجولار أوتلاين عندنا المدخلات A ومدخل B والأوتبوت يكون X هنا هسه راح نتعلم شنو الوظيفة الخاصة بها هسه هذا الشكل راح يوضح آلية عمل الـ Exclusive NOR Gate لما يكون كلا المدخلين low below فالأوتبوت يكون high لما يكون high low فالأوتبوت يكون low عندما يكون low high فالأوتبوت low عندما يكون high high فالأوتبوت high العمل مال الـ Exclusive NOR Gate هو عكس العمل الخاص بالـ Exclusive OR Gate يعني في حالة انه كلا المدخلين نفس اللوجيك ليفل مثلا لو لوجيك ليفل المدخل الاول والمدخل الثاني لو لوجيك ليفل فالمخرج اكيد راح يكون هاي بينما في حالة انه المدخلات تكون ذات لوجيك ليفل مختلف مثلا هذا لو لوجيك ليفل هذا هاي لوجيك ليفل فالاوتبوت يكون لو وهنا مثلا عندنا هاي لوجيك ليفل هاي لوجيك ليفل اذا نفس اللوجيك ليفلز لكل المدخلين فالاوتبوت يكون ايضا هاي
هسه راح ننتقل البرنامج الماتلاب على مود نوضح الفكرة بصورة أكثر.